السلام عليكم. اليوم عندنا موضوع خليك إيجابي. أول نقطة، شلون تكون تعيش حوالين يعني إيجابية، هذه كلها تكون حوالين في الطبيعة. هالشيء جدا يساعد، خصوصا يعني تحس براحة وتستمتع جدا على ما تشوف نباتات، بحر، رمل، جبال. هالشيء جدا يساعد. دائما دائما خليك إيجابي، إنزين، بعيد عن الناس اللي يتحطمون السلبيين، وهذا حوالينك أشخاص إيجابيين. دائما ما تكون حزين، كئيب أو أي شيء. إنزين، آخر شيء، الإيجابية تساعدك إن أنت تقاتل عشان أحلامك، ودائما تكون مثابر سواء كان في شغل، هواية، أي شيء. يعني كثير من الأشخاص وصلوا للي يبون من هالسبب، يعني إيجابية جدا مهمة، كثير منهم استعانوا بها. شكرا، السلام.